وينضم إلينا هاتفيا لواء طيار دكتور هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك فندم والسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. حقيقة يوم الشهيد احتفالية يعني نتذكرها كل عام، وتحرص الدولة والقيادة السياسية على الاحتفاء بها كل عام لإذكاء قيم البطولة والتضحية وبذل الدم والروح في سبيل الوطن. يعني كيف ترى أثر هذا التوجه على الأجيال الناشئة؟ وطبعا في منتهى الأهمية أن احنا نقدر ونثمن قيمة التضحية، والتضحيات دي الحقيقة على مر التاريخ هي اللي خلت مصر محدش قدر يقسمها لأرض ولا شعب، والشعب المصري من الشعوب اللي بتقبل التضحيات. وبقول الشعب المصري انا بقصد بيه المدنيين والعسكريين وكل من يعيش على ارض مصر. الام المصريه اللي ابنها استشهد ودخلت الثاني الكليه الحربيه فهي ايضا بتضحي، وبرضه واحنا بنكافح الارهاب كان في شهداء من الجيش والشرطه وايضا من المدنيين. وعايز اقول برضه واحنا بنواجه جائحه كورونا كان في شهداء من الاطقم الطبيه على اختلاف انواعها. دي نقطة مهمة جدا، ويمكن رمز من رموز الشهداء وهو السيد الفريق أول عبد المنعم رياض اللي يتواكب استشهاده يوم 9 مارس وكان سنة 1969. احنا بننقل الرسالة دي للأجيال اللي جاية، وإن دايما الدول بتواجه يعني صعوبات وتحديات وده طبيعة الحياة، وبالتالي التضحيات دي في منتهى الأهمية إن احنا نذكر بها الأجيال، خاصة الأجيال اللي لسه ناشئة وده حقهم، وقيمة التضحية على قدر قيمة التضحية على قد ما الدولة تتقدم وعلى قد ما حدش يقدر يقرب. حقيقة هو حقهم وأمانة في رقبتنا أيضا، يعني لزام علينا أن يعني نحرص كل عام على التذكرة بهذه المعاني الجميلة. بس سيادة اللواء، يعني العقيدة الموجودة لدى الجيش المصري، عقيدة التضحية والبذل والانتماء للقوات المسلحة المصرية وللدولة المصرية والبذل في سبيل هذا الوطن، كيف تتكون هذه العقيدة؟ هل تتكون داخل الجيش أم يعني هي بالسليقة والفطرة داخل الإنسان المصري؟ طبعا حضرتك لمست نقطة مهمة جدا، وهو إذا كان الدولة المصرية الشعب والجيش قبلوا التضحيات على مر السنين، ايه اللي بيخلي القيمه دي عاليه بهذا الشكل العالي جدا؟ وانا شايف اول حاجه، اولا عقيده الجيش المصري وشعاره الهام جدا هو النصر او الشهاده. وبالتالي الشهاده داخله جوه هذا الشعار الهام جدا، يا هنتصر يا اما هستشهد، هيجي ورايا مقاتل تاني هينتصر او هيستشهد، وهكذا الى ان نحقق النصر ونصون الدوله. أنا شايف بقى إن منبع هذا الموضوع الأسرة المصرية. الأم المصرية من أكثر أمهات العالم اللي بتضحي في سبيل أولادها، هي والأب. وبالتالي الطفل دايماً وهو بيتربى بيشوف تضحيات كبيرة جداً على اختلاف أشكالها من الأسرة والأب والأم وإخواته حتى يمكن الأكبر منه. ما بيخش القوات المسلحة بتتأصل هذه المفاهيم بصورة كبيرة جداً، لأنه بيلاقي القادة بتوعه وهم عندهم استعداد يضحوا بنفسهم من قبليه. ويمكن ده اللي حصل في موقف استشهاد الشهيد فريق اول عبد المنعم رياض، وده اللي حصل بعد كده مع الشهيد احمد المنسي. كلهم قاده واستشهدوا يمكن قبل جنودهم. فبتتاصل هذه القيم بالغه الاهميه في القوات المسلحه، لكن عايز اقول ان لها ارضيه قويه جدا طالعه من الاسر المصريه. فانا شايف ان دي يعني لفت نظري في كلام حضرتك، يعني ما الربط ما بين الشهيد عبد المنعم رياض الفريق اول عبد المنعم رياض ايقونه الشهداء، وبين الشهيد المنسي، وبين سمات الشخصيه ربما المشتركه. يعني في قراءه لمسيره العظيم عبد المنعم رياض، يعني شفت قد ايه كان عنده مثابره حتى في تحصيل العلم، حتى وهو في اعلى الرتب العسكريه، وانه كان حريص على يعني تلقي العلم والحصول على درجات الماجستير لاعاده بناء الجيش المصري، وكان عنده قوه بصيره وكان عنده حنكه، ويعني في مهارات وسمات للشخصيه كبيره تلقي الضوء على يعني الشخصية التي لديها الاستعداد للبذل والعطاء. كيف يمكن تأصيل كل هذه الصفات والملامح الشخصية القوية في أبنائنا
في الأجيال القادمة، حتى ينشأ جيل أيضا قادر على العطاء بهذه القوة وبهذا البذل لا حدود له. طبعا الرموز في منتهى الأهمية في حياة الإنسان. هو ما بيطلع بقى طفل صغير بيبقى الرمز اللي قدامه الاب والام، بيكبر شويه بيبقى يمكن مدرسين، بيكبر اكتر بيلاقي رموز اكبر. والفريق استاذ الفريق اول عبد المنعم رياض رمز من الرموز العسكريه العالميه، ومش ببالغ العالميه، في النصف الثاني من القرن العشرين وهو بيدرس في روسيا. من كتر ما هو له قيمه عسكريه وعلميه عاليه وراقيه جدا، هم اطلقوا عليه مصطلح الجنرال الذهبي، اللي هم اللي قالوا كده، حتى مش مصر اللي قالت كده. وكان دايما يعني منارة للعلم العسكري لكل من حوله، سواء كان أثناء دراسته خارج مصر وداخل مصر وأيضا وسط جنوده. وهذه القيمة الكبيرة جدا، هو لما راح الجبهة بيتابع نفسه، ما رضيش يرجع لخطوط خلفية أثناء القصف، واحتمالات الشهادة كانت عالية ونال الشهادة. أنا عايز أقول أن هذه الرموز في منتهى الأهمية، أن أنا أظهرها بشكل كبير جدا 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 كإعلام. وده يمكن اللي حصل النهارده، وحصل أيضا أثناء الاحتفال وحضره السيد رئيس الجمهورية. الرموز دي بيشوفها الشباب الصغير، وبالتالي هو بيقتدي بيها. وأنا برجع تاني وأكد، الإنسان دايما بيبحث عن الرموز ويقتدي بيها. فما طلع له رموز بهذا الشكل المحترم العظيم، هو واحمد المنسي وكل زملاء من ابوه، يمكن بس بعض الامثله، لكن الامثله كثيره جدا. والجنود يعني حتى على مر تاريخ مصر في حرب 73، وايضا مش عايز اقول ان الشهداء في مصر كانوا يعني على راس قائمه التضحيات. ما ننساش في 73 ان يمكن بيت رئيس الجمهوريه الرئيس الراحل انور السادات اخوه استشهد في الحرب. وكمل الحقيقه الرئيس السادات وقال ده زيه زي زملائه وكذا. وده الشعب المصري اللي هو بيقبل التضحيات. حضرتك لمست نقطه مهمه، فكره انه يعني تعريف الاعلام بشهدائنا، ربما اطلاق اسمائهم ايضا على يعني اماكن ومواقع الميادين والاماكن يعني حتى لا يعني عبد المنعم رياض لا يعني هو بالنسبه للاجيال الناشئه كان ميدان في ميدان التحرير. صحيح. لكن من يعلم من الاجيال الناشئه من هو عبد المنعم رياض وفضله وما له من فضل على الجيش المصري؟ ازاي يا سياده اللواء المؤسسات التعليميه المختلفه في التعليم والثقافه والسينما تؤصل مثل هذا المفهوم؟ انا شايف ان يمكن الدوله الحقيقه قامت بجهد في هذا الموضوع عشان ندي برضو الامور حقها، ان اطلقوا اسماء الشهداء على بعض المدارس. وانا شايف ان المدارس اللي عليها اسماء الشهداء دي تقول من ضمن المنهج، وحتى في بعض الفعاليات، من هذا الشهيد الذي اطلق اسمه على هذه المدرسه وتعرف الطلاب بيه. ودي نقطه مهمه جدا، اضافه الى ان في يوم زي يوم الشهيد يبقى هذا اليوم الحقيقه بنتذكر فيه مع الطلبه سواء في مدارس او جامعات مين ابرز الشهداء اللي ضحوا بنفسهم في سبيل البلد. وبركز تاني والله في شهداء من الجيش ومن الشرطه ومن المدنيين، فانا ما اهملش الثلاث مستويات دول لانهم مهمين قوي. صحيح. من ضمن الحاجات اللي فعلا كانت كويسه قوي في مصر، وهو الاطقم الطبيه اللي هي من كتر التعب هو مش عايز يسيب المستشفى وممكن يتعرض لعدوى واستشهد منهم ناس. صحيح. فانا شايف ان النقط دي مهمه قوي، والمدارس والجامعات الحقيقه برضو ممكن تعملها. والاعلام الحمد لله النهارده يمكن يوم الحقيقه فعالياته متعدده ومستمره، ان شاء الله يعني يستمر باذن الله. ونحن لا ننكر فضل كل من قدم اي خدمه، والاهتمام باسرهم. يمكن دي النقطه الاخيره، اهتمام باسرهم ده مهم قوي. أشكرك جزيل الشكر سيادة اللواء دكتور هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.